شهدت الساحة الحمراء بموسكو عرضا عسكريا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادات الجيش إحياء للذكرى 77 للانتصار في الحرب العالمية الثانية عيد النصر. وهنأ بوتين كل العسكريين والمحاربين القدامى بعيد النصر مؤكدا على الفخر بجيل النصر داعيا الحفاظ على تلك الذكرى. في 9 مايو في عام 1945 لقد سجلت في التاريخ كيف كان نصر شعبنا السوفيتي الموحد وتكاتفه وروحه للمقاومة كانت مأثرة في الجبهة وفي الداخل. وهذا العيد هو قريب من كل منا، وليس في روسيا هناك أسرة لم يضحي منها شخص في الحرب الوطنية العظمى. في هذا اليوم وفي الفوج الخالد يسير أبناء وأحفاد أولئك المقاتلين ويحملون صور أقربائهم وأولئك الذين رحلوا عنا. نحن نفتخر بالبسالة التي قدمها أولئك المنتصرون.